إلى ذلك، عبر عدد من البحارة عن معاناتهم جراء حملة الاعتداء الممنهج الذي تمارسه السلطات القطرية ضدهم، حيث أقدمت الدورية القطرية على انتهاك حقوقهم بالقوة ومن ثم اعتقالهم وجرهم إلى السجون. يودوني قطوني سجن في رويس، من رويس تميت 3 أيام ودوني أم صلال، وتميت 4 أيام ودوني لبعاد. نبي حل حق النواخذ والصيادين، نبي لهم حل، يعني بمعقولة نطلع من البحر وقلبنا على يدنا. المشكلة المسؤول عليهم هناك مالدوريات، أي واحد يصيد بحريني لمكافأة ويا 1000 دينار 1500، أنا آخر مرة 3000 دينار، ومن أجيبها؟ على الله وعلى البحر. صارت صدق مضايقات يعني من صوب قطر، يعني احنا صارتنا مشاكل كثيرة، لكن في بعضها يعني تجاوزناها، وفي بعضها مثل ما سمعتوا يعني بعض الصيادين صار فيهم مشاكل، وصار فيه سجون، وصار فيها مصادرة طراريد، يسوون لنا حل مع هذا الموضوع وهذه المشكلة. يعني في ناس يعني وايد تأثرت، الصيادين وايد تأثروا من هذا الموضوع، يعني تضرروا من حيث يعني دوريات قطار تيهم تاخذهم، يعني مشكلة.